رجعت لكم فيديو جديد معكم محمد علي من قناتكم قناة أبو فرعون. فيديو النهاردة معانا بيتش أكتر من رائع للعبة بي 6، بيتش يحولها للدوري المصري 2022. بيتش معاه الدوري المصري، دوري إنجليزي، دوري إسباني، دوري إيطالي، دوري أبطال أوروبا، ده كله موجود، وهسيب لك الرابط ده أسفل الفيديو، هتخش عليه على طول هيحولنا لموقع الخاص بالبيتشات، هو موقع 3 بيتش. هنخش على الموقع على طول، هيقول لك تعمل بيتش. بيتش طبعا كله عارف طريقة تثبيته، مش محتاجة كلام. تنزل لتحت، انك نازل مع البيتش اهوت، انك تنزل لو الدوري المصري موجود في البيتش بدون اي كلام وبدون اي معنى. هتخش وتقول هنا جيم بيلي اكتر من عالمي. هننزل تحت حبايب قلبي، هتلاقي جزئين طبعا، هما 3 اجزاء، لكن الموقع دوت مش قدرت احط لكم 3 اجزاء بتاعت، قلت اوفر لكم جزء واخليهم لكم جزئين فقط. هنخش على طول على هنا. طبعا انت اول ما هتحمل الـ3 ملفين هتلاقيهم، هتفك الضغط عن ملف واحد منهم وهتلاقيها ظهرت معاك بالشكل ده. اللعبة مدمجة بالبيتش، هتخش على طول. هنخش نعمل حركة كده بسيطة حبايب قلبي، هسيب لك ملف اسفل الفيديو، هتمسح الملفات دي كلها الا الـ3 ملفات اللي فوق، وهتحط مكانهم الملفات اللي زيهم، عشان اللعبه مش تهنج معاك، اللعبه تبقى مظبوطه في اللعبه. هتخش هنا على الاعدادات، لو انت جهازك ضعيف جدا جدا هتخليها على الضعيف خالص، ولو انت جهازك قوي تخليها على القوي. ماشي يا حبايب قلبي، دي الضعيف ودي القوي. هنخش فين بقى؟ نروح يا حبايب قلبي، ماشي يا حبيب قلبي، نعمل حركة دي لازم عشان اللعبة تشتغل معاك بدون أي مشكلة. وهنخش على طول، لعبة رائعة جدا جدا جدا، البيتش رائعة جدا. أنا همسك نحط الدراعات، هنلعب جيم كده على السريع، جيم خفيف. ماشي، نلعب جيم خفيف. ماشي، الدوري المصري موجود هنا يا حبايب قلبي بجميع انديته، بجميع انديته، يحولها ل 2022 تماما. تقدر تستمتع بالبيتش من موقعنا، موقع ابو فرعون، سيب لك رابط البيتش اسفل الفيديو. نلعب ضد الزمالك بنادي القرن، النادي الاهلي. طبعا نخش على طول الجيم، محمد شريف الهجوم. ماشي، جيم سريع كده لمدة 5 ثواني كده، هوريكوا نظام الجيم في اللعبة. طبعا تشكيلة نادي الزمالك، وادي القوائم او السكبورت الخاص بلعبة بيس 2021. طبعا لعبة متوفرة تقدر تستمتع بيها تماما. خش على طول العب يا الاهلي، حلوة. لا باص، باص حلو حلو، عدي عدي عدي، قفش قفش قفش، اروح حسين الشحات، حسين الشحات امامك زيزو، حسين قفشه، عدي قفشه، شوت شوت صوب، كوره في الشباك، لا مش ممكن، يا هلشه 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 من طاهر، محمد طاهر. طبعا ده كان البيتش بتاعنا النهارده حبايب قلبي، تقدر تستمتع بيه على جهازك الكمبيوتر بدون اي مشكله تماما. حليت لك مشكله اللاج برابط هسيبه لك مع البيتش، زي ما قلت لك هتمسح الملفات اللي في ملف البيتش، هتمسحهم دول كلهم من الملفات اللي انا حددتها لك اثناء التثبيت. ولا اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.